السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. رمضان مبارك إخواني، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. موضوع مهم بالنسبة للقنوات المبتدئة وحتى اللي ماشي مبتدئة راح يهمهم الأمر حسب تساؤلاتكم، وهو الموضوع أنت هذه الحلقة تاع اليوم هو جوجل أدسنس. عدنا من جديد خوتي اخواتي، قبل ما نبدا الفيديو دير لايك للفيديو ونقر على رمز الاشعارات باش يوصلكم الفيديوهات نتاعنا خوتي. بلا اشعارات ما يوصلكمش الفيديوهات خوتي، فهمتوني؟ اذا نبدا على بركه الله. كاين بزاف تساؤلات حول هذا جوجل ادسنس اللي يجيك يوصلك الى حتى الباب المنزل تاعك او في البريد المواصلات، مقر البريد المواصلات. كيفاش وباش يوصلك هذا المغلف؟ انا جاني هذه من طرف جوجل هذه سنتين. انا حبيت نعاود نشرح لكم كيفيه وصولكم الى هذا المغلف. هذا الموديل المغلف خوتي من تحقق شروط 4000 ساعه علنيه، يعني 4000 ساعه حقيقيه ما فيها لا غش لا حتى حاجه خوتي. 4000 ساعة يكون من تصويرك ومن الفيديوهات نتاعك الخاصة وبس، يعني فيديوهات حصرية. و1000 مشترك، 1000 مشترك باش تقدر تتحصل على هذا المغلف اللي هو عبارة عن رموز تجيك، أرقام، 6 أرقام تجيك في هذا الأنفلوب باش تفعل القناة نتاعك. إذن خوتي هذا الجوجل أدسنس هذا باش يجيك حتى للدار نتاع المنزل تاعك، ولا لو كان حتى ما يجيكش للدار نتاع المنزل تاعك تقدر يجيك في مكان مخصص للبريد والمواصلات. تكتب العنوان نتاعك خط عربي او خط فرنسي، يكون المهم يكون نفس العنوان اللي في البطاقة الشخصية نتاعك، بطاقة التعريف الشخصية نتاعك او جواز السفر او اي بطاقه تثبت ان هذه القناه هي ملكك انت وحدك. كي تكتب العنوان راح يجيك هذا المغلف الى حد الباب المنزل تاعك، ساعي البريد يجيب لك هذا المغلف. ولكن باش تحصل على هذا المغلف هذا قلنا 4000 ساعه حقيقيه يعني علنيه و1000 مشترك يجيك، وتبعت القناة نتاعك للتفعيل. إلا قبلوك من شركاء اليوتيوب، يعني القناة نتاعك تفعلت على بركة الله، راح يجيك هذا المغلف اوتوماتيكيا. يعني هما اليوتيوب يبعثوا لك هذا المغلف باش تفعل القناة نتاعك، وهو عبارة عن 6 أرقام تدخلها في القناة نتاعك، تدخلها في القناة تفعل القناة نتاعك. إذن العنوان مهم جدا. هذا هو العنوان تاعي، أنا كتبته باللغة العربية، يجيك إلى حد المكان البيت نتاعك ومقر السكن نتاعك. مدة وصول جوجل أدسنس إلى البلد الجزائر اللي هو بلادنا هو مدة من 30 يوم وفوق، 30 35 36 يوم هو الحد الأقصى، ما يدومش شهرين. إذا خوتي العنوان مهم، عنوان مهم جدا. حتى لو كان ما عندكش عنوان رسمي، عنوان شخصي للسكن نتاعك، تقدر تحط عنوان نتاع البريد والمواصلات ورقم الهاتف نتاعك باش مين يوصلك هذا المغلف نتاع جوجل أدسنس يعيطوا لك مصلحة البريد وتروح تبدا من عندهم. فهمتوني خوتي؟ وكاين واحد السؤال مهم جدا غادي نجاوبكم عليه، نتاع قضيه 10 دولار او 10 اورو هذيك باش تفعل القناه نتاعك. اذا بد تحتاج الى 10 اورو باش تحقق الشروط نتاعك. اذا خوتي ان شاء الله يكون هذا الفيديو مهم جدا. بارطاجيو لنا هذا الفيديو باش يوصل عند خوتنا، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.